السلام عليكم يا جماعة، عاملين؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنعمل مع بعض فيديو جديد في إن احنا بنعمل السبانخ أو زي ما احنا شايفين كده التقلية بتاعتنا، البصل والمادة الدهنية بتاعتنا، وتتحمر بس البصل شوية، وبننزل بالطماطم والسبانخ أهي. وهنا في رز بشعرية، وهنا في طماطم وخيار سلاطة تبع 6 أيام اللي احنا صمناهم بأمر الله. وهنا في الكزبرة والثوم بتاعت التقلية بتاعت السبانخ اهي، اهي اتحمرت معانا اهي، هنتشها على السبانخ اهي زي ما احنا شايفينها كده اهي. كل حاجة كانت جاهزة عندنا، اوامل السبانخ كانت مفرزة وعندنا البصل مفرز والطماطم والثوم كان مفرز، كله مفرز والكزبرة كمان. فالاوامل كده بتلاقي الاكلة سريعة وخلصت معانا اوي. كانت سبانخ جميلة مع رز ابو شعرية اهي زي ما احنا شايفين كده، اهو حمرنا جنبها لحمة اهي، ادي اللحمة اهي بتتسلق كمان اهي، اهي شايفينها يا جماعة اهي. نزلت الشوربة على السبانخ، باخد حبة كده، حركوا بس معانا الصلصة والسبانخ عشان تستوى السبانخ، والسبانخ ما بتاخدش سوا كتير، 10 دقايق على النار او ربع ساعه بالكتير لو قعدت اهي. وحطيناها على السفره بتاعتنا اهي، طماطم مملحه، وحمرنا اللحمه والرز ابو شعريه والسلطه يا جماعه زي ما احنا شايفين كده اهو. كانت اكله السبانخ دي كانت زي العسل والله، والسلطه بتاعتنا كمان على طول، كنا ما نستغناش عن السلطه دي اهي يا جماعه. السفره اهي كله هو موجود على السفرة بتاعتنا اهي كده. خلصنا السبانخ بتاعتنا واللحمة والرز ابو شعرية، اكلة في السريع كده وبس، بتفتح النفس على الاكل مع صوبيا، كنا عاملين صوبيا كمان اهي. هنا بقى بنعمل مكرونة، بنسلق غلينا المية وحطينا فيها الزيت والملح، ونزلنا كيس المكرونة على قد الانفار اللي موجوده طبعا اهي، كده اهي بتتسلق معانا المكرونه خلاص. هنا بقى الفراخ البانيه بتتعمل من بصله، اللي بيحب بصل او بصل بودر، توم بودر وزعتر وملح وليمون وخل، انا بعملها كده. كان حابين انتوا تحطوا فيها مكونات تانية حطوا، اي عطارة تانية عندكم بتحبوها حطوها، مش هتخسر برضو. هنا بنعمل الدقة اهي، معلقة ملح، وبننزل عليها بحبة ثوم كده صغيرين زي معلقة برضو، حبة خل، وبنحط شطة، بنحط شطه برضو معانا اهو اهي الشطه، معلقتين عشان ما تبقاش حراقه قوي، واللي حابب يحط طبعا في الشطه يحط اهي يا جماعه اهي. وبرضو بنحط ايه، معلقتين الشطه اهي، انا حطيت الكمون وحطيت خل، انا بحب الدقه بتبقى تحط فيها الكمون بتديها طعم حلو قوي عشان ما تحماش على المعده، الكمون ده حلو للمعده كمان اهي. والثوم اهي، معلقه ثوم صغيره كده، لان احنا هنحط ثوم في التسبيكه بتاعه المكرونه اهي. كده خلصت معانا الدقه، خفيفه وسريعه، غير الدقه الشطه اللي بتتحط على النار، لو عايزينها حراقه اكتر سبايس اكتر حطوا الشطه على النار مع حبه زيت كده وحبه ميه وحبه خل، وحطها تغلي مع بعضيها، هتبقى السبايس تطلع معاكوا حلوه، بس هتبقى حرقه جامده قوي للي بيحب السبايس والحرق. هنا بقى بنحط حبه زيت على النار عشان هنعمل التسبيكه بتاعه المكرونه اهي، حبه زيت اهي، حبه زيت، حبه سمنه، اي حاجه موجوده عندنا اللي زي ما انتوا بتحبوا، اللي بيحب بالسمنه يعمل، انا بحبها بالزيت بتبقى خفيفه. وادي الثوم نزلناه اهو،
ومعاه طبعا معلقة ملح اهو، يدي بس لون المصفر كده اهو، الثوم اهو عطانا اللون المصفر. هنزلنا الطماطم على طول اهو، الطماطم دي فيها الفلفل الاسود والملح وكل حاجة، الشطة وكل حاجة فيها. وهنسيبها بقى تتسبك حلو قوي كده مع بعضينا اهو. خلاص كده بقى يا جماعة اهي، سيبها تتسبك بقى شوية كده عشان هنزل بالمكرونة اللي احنا سلقناها مع بعضينا كده اهي. اهي المكرونة اتسبكت معانا الدمعة، هننزل بقى ايه المكرونة بتاعتنا اهي، كانت خفيفة وحلوة يا جماعة والله. مش لازم نتقل قوي في الاكل عشان الصيف كمان والحر والمعدة، فبنعمل حاجات بسيطة كده لان الشتاء غير الصيف. مش حاطه فيها توابل كتير. هنا البانيه بحط له الفيجيتار، الفيجيتار حراق وبقسماط، وحاطه بيضه في التحبيشه بتاعت البانيه نفسها اهي. واللي حابب يحط دقيق يحط المرحله دي برضو فيها دقيق، يعني الاول بيحط البيض وبعد كده بيحط على فيها الدقيق وبعد كده على البقسماط، وبننزل بيها على الزيت بتاعنا يكون مقدوح جامد، وزيت تكون مغطيه كمان عشان تطلع مقرمشه، كانت مقرمشه وجميله والله يا جماعه اهي. ونعمل حاجات بسيطه مش كتيره بس بتبقى حلوه. هنا نزلت حتتين كده عشان اشوف الزيت لقيته سخن، وبتتحط بعد كده يا جماعه بعد تحط في البانيه والحاجه دي كوارع كنت عاملاها قبلها بيوم، بتخش فين في التلاجة، تشمع معانا اكتر البانيه وبقسماط بيشد معاه وبتبقى حلو. ولو عملتيها من قبلها ليله كامله كمان بتبقى حلوه قوي التتبيله، وتحطي في البقسماط وكله تاني يوم تقلي بس اهي. زي ما بقول اهي، ادي الفراخ البانيه والمكرونه، ده رز احمر كان عندي قبلها بيوم للي مش بيحب المكرونه اهو، فضلوا بقى معانا يا جماعه. والتحليه بتاعتنا كانت بطيخ اهي، ومعانا برضو بطاطس شيبسي اهو، والكوارع اهي اللي انا قبلها بيوم حطيتها عشان اللي حابب اللي ما بياكلش طبعا بانيه، ولا في عندي ما بياكلش بانيه ولا مكرونه بياكلوا الكوارع. كل واحد للاكل ده اذواق حسب اللي بيحب ياكله ياكله. وما تنسوش بقى يا جماعه الاشتراكات والتعليقات من قناتنا سوسو، قناه منزليه بسيطه وانيقه. والسلام عليكم يا جماعه، ونلتقي مع فيديو جديد ان شاء الله، ونلتقي على خير. السلام عليكم. دقة. وادي الاكل، وادي الدقه اهي، بنحط الدقه بقى يا جماعه على المكرونه زي ما احنا شايفين اهو، جميله بصي شكلها الدقه.